سأذكر لك قسم المسؤولية في ذاتك. أنت تتحكم في أفكارك، مسكين ما يسترسل في الأفكار السامة. وإذا قلت لك سامة فأنا أقصد أنها تأخذ كثيرا من جهدك، تأخذ كثيرا من صحتك. ما هو الاكتئاب؟ هو عبارة عن أفكار سالبة تعاون الإنسان معها أو تعاطى الشخص مع هذه الأفكار فتطورت حتى أصبح لدى الإنسان اكتئاب قد يتعدى إلى مراحل متعدية أو متقدمة، نسأل الله السلامة. بعض الناس يقدم على قتل نفسه، على الانتحار الذي حرمه ربنا تبارك وتعالى. إنما هو عبارة عن تراكم أفكار سالبة تعاطى الإنسان معها. أنت مسؤول عن أفكارك، أنت مسؤول أن لا تمرر أي فكرة ولا أن لا تتعاطى معها حتى تجد أنها تناسبك، أنها تكون وفق ما تحتاج، أنها تلبي احتياجا لديك، أنها تنفعك سواء عند الله عز وجل أو ثم عند الناس، كذلك لا بأس. لكن أما أن تكون سالبة أو تضرك لا تسترسل في ذلك. إياك أن تفرط في هذه القضية وأن تتعاطى مع أفكار تؤلمك. أنت مسؤول عن مشاعرك، كيف هي مشاعرك؟ كيف تتعامل مع الناس؟ هل إذا شعرت بحزن تتكلم؟ هل إذا شعرت بفرح تشارك؟ إحدى الأخوات تستشير تقول أنا أجلس في المجالس يتكلمون بكلام يؤلمني فأصمت. هل هذا حكمة؟ لا والله ليست حكمة. الصمت يجلب لك ألمين. الصمت في هذه الأماكن التي يتكلمون فيها بكلام يزعجك سواء في ذاتك أو فيما يخالف معتقداتك، في الصمت في هذه المرحلة يجلب لك ألمين. أولا إذا تحدث بحديث في مجلس ونحن لا نرضاه، إن صمتنا فنحن نتألم داخليا. أتحدى أحد من الناس أن يقول لا أنا راضي داخليا؟ أبدا. إذا صمت عما تكره فأنت تتألم داخليا. أنا لن أتألم داخليا لأجل الناس، لن أتألم إلا لأجل والدي أو والدتي أو من أحتاج مداراتي لأمر ما. لكن في المجالس العامة لماذا الصمت؟ هذا من ناحية أنه يجلب لك ألما داخليا. الألم الثاني وهو الخطير جدا أن الناس تسترسل، تتمادى، خاصة إذا كانوا يتكلمون في ذاتك أو ما يزعجك. يتمادون إذا رأوك صامت، يظنون ذلك ضعفا منك. أنا لا أصمت في مشاعري، لابد أن أتحدث بمشاعري. على الأقل أنت لست ملزم بالجلوس مع من يتحدث بما يزعجك، غادر المجلس. هذا لا يخرم المروءة، هذا لا يسقطك عند الله، هذا لا يفعل بك شيئا يعني يؤذيك في دينك أو دنياك. غادر المجلس، هذا الكلام لا يناسبني، لا يتفق مع أفكاري، لا يتفق مع مشاعري. تحدث بمشاعرك. إن طرأ لك في ذهنك أن حبيبا قريب أو أحدا سألت عنه أو طرأ في ذهنك، بادره أرسل له اسأله عن حاله. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا مع الصحابي الجليل أبا معاذ، فقال له يا أبي معاذ اللي كان يتكلم، فقال إنه أحب فلان. قال هل أخبرت؟ قال لا. قال اذهب فأخبره. لماذا تكتم هذه المشاعر؟ لماذا يعني تبخل بها؟ اذهب إلى فلان إني أحبك في الله، إني رأيت كذا، إذا رأيت ما يعجبك اثني عليه. لا، هذا لا يخرم أبدا أي شيء مما تحب ولا ينزل من قدرك. فالمشاعر، تحكم في مشاعرك، أنت مسؤول عن هذه المشاعر. إن رأيت ما يزعجك، إن جلست في مكان لا يسرك تكلم بهذه المشاعر. أيضا أنت مسؤول عن أقوالك، ما يخرج منك أنت مسؤول عنه، الكلام الذي تتحدث به أنت مسؤول عنه. قبل أن يخرج تملكه، إذا خرج هو ملكك. هذا الكلام هو أنت أصبحت تحت سيطرته، فلا يخرج كلام إلا وأنت مسؤول عنه. إن وقع إخفاق في مكان ما أنت تكلمت به، سابق اللسان، اعتذر أنا فعلت كذلك، اقطع دابر أي شيء قد يؤذيك أو حتى يؤلمك، أنا فعلت كذا أعتذر عن كذلك. فريق الكرة حينما يخسر يخرج المدرب أو رئيس النادي فيعتذر أنا مسؤول عن هذه الخسارة. في المكان المعين إذا أخفقت مدرسة معينة في مكان معين يخرج مدير المدرسة ويقول أنا أتحمل هذه المسؤولية، نعدكم أن نتجاوزها في المستقبل. فأنت مسؤول عن أقوالك ومسؤول كذلك عن أفعالك، عن أفعالك التي تخرج منك. في الأفعال دائما يقولون هناك قاعدة تسمى مان، حرف الميم والألف والنون، أو يقال قاعدة تسمى حسن، حاء والسين والنون. مان هي موقف، والألف واستجابة، والنون هي النتيجة، أو حسن اللي هو حدث ثم السين استجابة والنتيجة نفس بعضهما البعض لا يفترقان. هناك موقف وهناك استجابة منك، هذا الموقف خرج منك بموقف معين، موقف قد يكون إنسان أذاك في الطريق في مكان تكلم بما يزعجك، هو موقف أنت تستجيب لهذا الموقف، تتعاطى معه.
ثم يكون لهذا التعاطي أو هذه الاستجابة نتيجة. قد تكون نتيجة في صالحك، قد تكون نتيجة تخسرها، أنت تتحكم في ذلك، أنت مسؤول عن هذه التصرفات. هذا من ناحية أو من شق مهم جدا في المسؤولية، المسؤولية عن ذاتك. ثم المسؤولية تجاه الآخرين. تجاه الآخرين ما ذكرناه في بيوتاتنا، ما ذكرناه في أحيائنا، ما ذكرناه في أوطاننا، ما ذكرناه في مجتمعاتنا بشكل عام، في أمتنا، ما هو دورنا، ما الذي نقوم به، ما المشاركات، ما النماء الذي زي يعني أضفته أو زدته في أمتك، ما المعرفة التي أضفتها، تعليم الناس لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر واحد فقط، خير لك من الأموال هائلة ثمينة عند الناس. هذه الهداية أن تقوم بدور الذي هو يسمى الشعور بالمسؤولية. أحيانا لما ننتظر الآخرين وننتظر أنهم يبادرون ويبدؤون بالأشياء، هذا تخلي عن مسؤولياتنا. أحيانا مبادرة هي مسؤولية، مبادرتك والمسابقة لنيل عمل معين أو إنجاز مهمة معينة هي مسؤولية، أنت شعرت بهذه المسؤولية فأنت تقوم بها على أكمل وجه.